أمر النائب العام بحبس متهمين اثنين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد تعريضهما أمن وصحة وحياة شخص ذي إعاقة للخطر ونشرهما إذاعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا له من شأنه الإساءة إليه والتنكيل به. ذكر بيان للنيابة العامة أن وحدة الرصد والتحليل رصدت مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يرهب آخر ذي إعاقة بكلب مستغل ضعفه وهوانه. وأشار البيان إلى أن تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد المجني عليه بالمقطع وضبط المتهمين.